لو جاءت الأقلام ثقلاك مثل جبال، لو ساءت الأفعال أو ضاقت الأحوال، لو جاءت الأقلام ثقلاك مثل جبال. هاهو الشراع مدوا الشراع، هاهو الشراع هاهو الشراع مدوا الشراع. في مركب الدنيا طالت لنا الأيام، لا ينفع البهتان يا سيدي. بسم الله والحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم في رحاب برنامجكم الشراع الذي يأتيكم من قناتكم قناة القرآن الكريم خامسة تلفزيون الجزائرية. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لا أبالي أأصبحت على ما أحب أو على ما أكره، لأني لا أعلم الخير فيما أحب أو فيما أكره. إيمان مطلق بالله عز وجل، مقولة مليئة بالمعاني العميقة للتوكل وحسن الظن بالله. والسيرة النبوية أيضا زاخرة بالمواقف والأحداث التي تبين مدى التفاؤل واليقين والصبر والثقة الذي كان يتحلى بها النبي عليه الصلاة والسلام، ومدى تفاؤله ويغرس ذلك في نفوس الصحابة والمسلمين من بعدهم. أيها الأفاضل، تزامنا مع بدايات السنة الهجرية الجديدة، حديثنا إليكم سيكون عن التفاؤل وحسن الظن بالله. فماذا عن تركيز تعاليم الشريعة الإسلامية على التفاؤل والأمل والبعد عن التطير والتشاؤم؟ ما هي الأسباب التي يجب الأخذ بها حتى نكون من المتفائلين؟ ومن أين ينبع التفاؤل وما أثره على الفرد والمجتمع؟ كيف نحافظ على تفاؤلنا في ظل متغيرات البيئة ومتغيرات العصر؟ وهل يمكن أن نعالج مشكلة التشاؤم؟ هي نقاط من بين أخرى، ابقوا معنا على مدار ساعة من الزمن بحول الله تعالى. كما نتشرف مشاهدينا باستقبال مداخلاتكم عبر أرقامنا الهاتفية التي تظهر بين الفينة والأخرى أسفل الشاشة، ومن قبسات أنوار القرآن، ومن هدي خير الأنام نضبط الشراع في ركن الوتد. فاصل ولنا عودة بحول الله. تحية طيبة مباركة مشاهدينا، وأهلا ومرحبا بكم في رحاب هذه الأمسية الخاصة وهذه الجلسة الإيمانية بعنوان التفاؤل وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. ونرحب بضيفي الكريمين في هذه الجلسة. يحضر معنا الإمام والأستاذ فؤاد بردعي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة طيبة لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات جميعا، نقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كما تشرف جلستنا الاستشارية الأسرية والناشطة في العمل الدعوي والجمعوي حسيبة العربي. حللتم أهلا ونزلتم سهلا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدة طيبة، وإن شاء الله سننفع ونستنفع إن شاء الله بكم. إن شاء الله يا رب. ونستهل نقاشنا مع شيخنا فؤاد بردعي. قال تعالى في محكم تنزيله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. الخيرة فيما اختاره الله، والتفاؤل سنة نبوية وصفة إيجابية للنفس البشرية، وما هو إلا تعبير صادق عن الرؤية الإيجابية للحياة. فماذا عن عقيدة الرضا بما قسمه الله والإيمان بالقضاء والقدر تحقيقا لمعنى التفاؤل في حياتنا ودفعا لليأس والتشاؤم؟ نعم، فعلا بارك الله فيك، أشكرك على هذه المقدمة وعلى هذا الموضوع كذلك، ونشكر قناة القرآن الكريم على هذه الاستضافة. فعلا كما ذكرت، ونحن على أبواب سنة هجرية جديدة، نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه السنة سنة نصر وتمكين وخير وبركة. وحينما يدعو الإنسان المؤمن في بداية سنة أو في بداية يوم جديد بالخير وبالخير
يعني بكل ما هو سار بالنسبة للإنسان سواء كان على نفسه أو على مجتمعه وأمته. هذا الدعاء في حد ذاته هو نوع من التفاؤل، أنه يدعو الله تبارك وتعالى بالخير، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه دائما، حيث أنه كان ينظر إلى هذا التفاؤل من أول لحظة يستيقظ فيها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنه كان حينما يقوم في الصباح الباكر كان يفتتح ذلك اليوم بحمد الله تبارك وتعالى، فكان يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، وهو يعلم بأن هذه نعم كثيرة قد يتغاضى كثير من الناس عنها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشعرها ابتداء ثم يدعو الله تبارك وتعالى. وهو الذي يبين لنا بأن الإنسان إذا كان في نعمة فعليه أن يستشعر هذه النعمة ابتداء، فإن هذه علامة من علامات التفاؤل أن ينظر فيما قسمه الله تبارك وتعالى له من خير. وأن ثم لا يألف تلك النعم شيخنا، نعم، وأن لا يألف تلك النعم ويغفل عنها. نعم، كثير من الناس يألفون هذه النعم ثم بعد ذلك ينظرونها بأنها ليست بشيء، ثم يقعون في التشاؤم وفي نكران نعم الله تبارك وتعالى، وهذا من كفر النعم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كثير من الناس سبب ربما تشاؤمهم، وقد دخلنا في التشاؤم، سبب تشاؤمهم وإنكار ابتداء إنكار فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. فما يدعو الإنسان إلى التفاؤل هو أولا إيمانه بالله تبارك وتعالى، وإيمانه كذلك بما أعطاه الله عز وجل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء في حديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر أو ضراء صبر فكان خيرا له. والحقيقة أن الإنسان المؤمن الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى يعني لابد عليه أن يستشعر الخير في كل شيء يقع له، حتى في لحظات الشدة وفي لحظات ربما اليأس، في لحظات القنوط، في لحظات المصائب، لابد أن ينبض قلبه إيمانا بالله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى سيقدر له الخير. بل إن منهج القرآن الكريم يعلمنا بأن ساعة المحنة أو تلك الساعة التي ربما قد يتسلل اليأس إلى سويداء قلب الإنسان المؤمن، في تلك الساعة يأتي نصر الله تبارك وتعالى وفرج الله عز وجل بالنسبة للمؤمنين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. إذن في تلك اللحظة التي يشعر بها الإنسان باليأس يأتي فرج الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت أعظم عبادة بالنسبة للإنسان المؤمن هو انتظار الفرج من الله تبارك وتعالى، لأن ذلك الإنسان الذي ينتظر الفرج من الله تبارك وتعالى ربما هو في مصيبة أو في شدة أو في محنة أو تقع له مصيبة، وهذه هي طبيعة الحياة أن الإنسان يتقلب فيها من حالة إلى حالة. نعم، يتقلب من الفقر نداولها بين الناس. يتقلب الإنسان ربما من الفقر إلى الغنى أو من الغنى إلى الفقر، يتقلب من الصحة إلى المرض أو من المرض إلى الصحة، والدهر قلب كما يقال. وقد قال القائل قديما: الدهر يومان ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان ذا صف وذا كدر. أما ترى أن البحر يعلو فوقه جيف، ويستقر في أقصى قاعه الدرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها، وليس يكسف إلا الشمس والقمر. بمعنى أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يعني هذا انتهاء العالم أو زوال هذه الدنيا، بل إنه عليه أن ينتظر بعد هذه المحنة فرجا من الله تبارك وتعالى، وهو شأن المؤمن المتفائل الذي ينتظر دائما فرجا من الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا على هذا التأصيل والتفصيل في جزئية الوتد وفي مدخل الموضوع. فعلا هي إضاءات وإضاحات من القرآن ومن سنة النبوية الشريفة،
ومشاهدينا، والله اختيارات الله سبحانه وتعالى هي الأفضل وهي الأكمل لنا، وكم هو جميل أن نكون مع الله. فالله سبحانه هو مع المتقين، هو مع المستغفرين، هو مع المسبحين، ومع كل إنسان قريب منه. فلنتقرب إلى المولى جل وعلا وندعوه دوما: اللهم ردنا إليك الرد الجميل. وصلوا وسلموا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكم تطيب هذه المجالس وتهفو بذكر الرحمن. عامكم سعيد، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. نذكركم بأنه يمكنكم مشاركتنا عبر أرقامنا الهاتفية التي تظهر بين الفينة والأخرى أسفل الشاشة. أستاذ حسيب العربي، بعدما تفضل شيخنا بذكر أهمية التفاؤل، أهمية الرضا وشكر المولى جل وعلا على صغائر الأمور وعلى النعم حتى تدوم، وأن أمر المؤمن كله خير، لكن أكيد الإنسان المؤمن يمر بمراحل حزن، بمحطات ييأس، ويدخل ذلك اليأس في يتسلل إلى سويداء قلبه، ويكون ذلك التفاؤل هو بصيص الأمل الذي نواجه به صعوبات وتحديات الحياة. ما أود به أن كمدخل معكم هو تعريف التفاؤل. ما هو التفاؤل وما مدى حاجة الإنسان إليه، بالأخص في هذه الظروف التي طغت فيها النزعة المادية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عام سعيد، كل عام وأنتم بخير وإلى الله أقرب في صحة وعافية وستر. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه السنة الهجرية سنة انتصارات. أمين. لأن ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلا من أجل النصرة ومن أجل التمكين، وكان له ذلك لما أعد العدة، وكان له أقول القادة الذين كان حولهم، وما ذلك على الله بعزيز في وقتنا الحالي. أقول أنه من السنن البشرية التي جعلها الله فطرة في الإنسان هو أن شعوره وحياته كلها تكون بين انخفاض وارتفاع، وتكون بين خيرية يراها وبين شر يراه، وهذا تقدير بالنسبة للإنسان لقصر فهمه وقلة إدراكه. وكلنا نمر بهذه المحطات أكيد. وهذه المراحل، لأن هذه حكمة الله تبارك وتعالى التي أودعها في خلقه حتى يكون الرجوع إلى الله تبارك وتعالى أبلغ وأقوى، وتكون له الأثر أو يكون له الأثر الإيجابي على حياة الفرد. أكيد أن الإنسان لما يكون في معترك هذه الحياة تنتابه كثير من المشاكل والعقبات، ويجد نفسه ضعيف. نعم. بضعف قدراته وضعف إدراكاته. نعم. نعم. هي فطرة لصيقة بالإنسان، ويعجز على أداء بعض المهام وبعض الأدوار، خاصة إذا ما أقول انتبته هذه العقبات وهذه المشاكل التي هي طبيعية في حد ذاتها، وهي منبئة لخير كثير، فلا يتسع الحال إلا إذا ضاق. لكن في تلك الحالة التي يكون الإنسان في تحت ضغط الكثافة الحسية، وشعوره بالدونية، وشعوره بالنقص، وشعوره بعدم القدرة على استكمال هذه المهام مهما كانت، سواء كانت مهام دنيوية حتى في العبادات. نحن دائما في آخر صلاتنا ندعو الله تبارك وتعالى: اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فدائما نستمد القوة من الله تبارك وتعالى. فأنا أقول أنه التفاؤل هو إدراك حكمتنا من وراء الخلق، من وراء هذه الحياة. كنا من العدم وأصبحنا في هذه الحياة، هذه نعمة كبيرة لابد أن لا نغفل عليها. وبالتالي كما تفضل الأستاذ، هذا الهدي النبوي، هذا الأمل الذي هو منهاج رباني وهو هدي نبوي، يعلمنا أننا كلما انخفضت قدراتنا ونقص دعمنا إلا ولابد لنا أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى. التفاؤل هو أن نرى الأشياء كما هي بالدرجة الأولى، لا أقول أن نجمل الواقع، لا نقول أنه لابد لنا أن نرى فيها الخيرية، لأن هذه الحكمة كما قال العارفون: الحكمة من المنع والعطاء لا يدركها إلا من خصه الله تبارك وتعالى بالفراسة. نعم. وقد ندركها لكن بعد فترة معينة، لذلك وجب ربما بعد المعينة. خبرة في الحياة. نعم. ربما بعد تراكمية في التجارب، لكن دعيني أقول أن التسليم لله تبارك وتعالى، أن نسلم أمورنا كمسلمين ابتداء
أمورنا إلى الله تبارك وتعالى وحسن ظننا بالله عز وجل أن الله تبارك وتعالى لن يضيعنا. ومن الأثر ومن الدلائل ما يعجزنا أن نتحدث في هذا المقام. لذلك أقول التسليم تسليم إلى الله تبارك وتعالى، أن نجعل أن نودع حياتنا إلى الله تبارك وتعالى. وقد لفت انتباهي الأستاذ لما تحدث عن الدعاء في صباح باكر لما يستنقذ الإنسان، لما ينتقل من الموتة الصغرى إلى الانتشار، نعم، إلى الحياة. أنا أقول في دعاء آخر، يعني حقيقة دعاء مليء بالتفاؤل، نعم، اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، نعم. أي دعاء هذا وأي تفاؤل هذا؟ من يبدأ يومه بهذا الدعاء؟ هل تصيبه ظنكة النفوس؟ باستشعار، ركز شيخنا على نقطة مهمة، نعم، أنه استشعار ذلك الدعاء، استشعار العقيدة. أنا أقول لما نصل إلى مرحلة الاستشعار هي مرحلة من مراحل الإدراك، لأن في بعض الأحيان لما نتحدث اليوم عن التفاؤل، نعم، نحن يشاهدنا كثير من الناس هم في أزمات، في أزمات كبيرة، يعني أزمات نفسية وأزمات مادية وأزمات في العلاقات. أقول يعني من غير اللائق أن أقول له لما تنهض في الصباح اقرأ هذا الدعاء وسيكون خيرا، هو الخير آتي، لكن هذا الاستشعار لن يأتي دفعة واحدة. جميل. لابد من التدريب، ومن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نرطب لساننا بذكر الله، نعم، رطب لسانك بكل ما فيه تفاؤل، رطب حياتك بكل ما فيها تفاؤل، رطب فكرك، لأن هذا التفاؤل لن يأتي هكذا، يعني لن ينزل من السماء، لن يعطيه لك مختص، نعم، ولا صاحب تجربة. لأن الإنسان لما يكون في الضغط، لما يكون في الأوقات الحرجة وهو، نعم، يرى سويدات في هذه الدنيا، والله سامحوني حتى الآيات القرآنية قد لا تدخل إلى قلبه وإلى مسمعه، يسمعها آيات وهو يسلم أن هذه آية، لكن، نعم، يتساءل كيف لهذه الآية أن تفك عني هذه الأزمة. لذلك أنا أقول مرحلة الاستشعار هي مرحلة متقدمة من الإدراك. المرحلة الأولى هي لابد أن نوطن أنفسنا على كل ما فيه تفاؤل، من، نعم، كلمات، من مسامع، من صحبة، من احتكاك، بارك الله فيك، من مجالس، وما أروع مجالس الذكر، نعم، مثل هذه القناة الطيبة التي كلما شاهدناها إلا ارتفع الإيمان، وكانت أقول درجة الإدراك ودرجة الشعور عالية، ويعني نستأنس بهذا الذكر الذي هو أقول هو منارة في طريق اليائسين. فرج الله عن كل مهموم إن شاء الله. أمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم، واللهم أدم نعمة هذه المجالس الطيبة دائمة يا رب العالمين، وبارك لنا فيها، وبارك لمشاهدينا الأفاضل. دمتم سالمين غانمين، ونحن أمة الإسلام وأمة القرآن وأمة التفاؤل، واللهم لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك يا رب العالمين. وركزت أستاذتنا حسيب العربي على نقطتين مهمتين، وهما توطين النفس، لابد من توطين النفس على التفاؤل، ولابد من مجالسة ومصاحبة الناس المتفائلين ومحادثة الناس المتفائلين مهما تكالبت الأحزان، مهما كثرت الهموم، فالحل والفرج بيد المولى جل وعلا. اللهم فرجا قريبا لكل مهموم. آمين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم صب علينا الخير صبا صبا. شيخنا فؤاد برادعي، نعم، ونحن في هذه الأيام المباركة، نعم، أيام الهجرة النبوية، نعم، أكيد مهما تهاطلت علينا من الأحزان ومن الهموم لن، نعم، تكون الأحزان التي كانت على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، نعم، وكيف قابلها وكيف واجهها بيقين، نعم، بصبر، بتفاؤل، بأمل، نعم. وفي سيرة الحبيب الكثير من المواقف التي تدعو إلى التفاؤل، ونتذكر رحلة الهجرة النبوية وحينما بدأ اليأس يدب في نفس الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. وهذه عبارة نتداولها كثيرا الآن، نريد أن نعرف قصة هذه العبارة، ولو تشيرون إلى مواقف أخرى في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تحث على التفاؤل. فعلا بارك الله فيك، قيل بأن المتفائل هو الذي ينظر إلى النصف الممتلئ من الكأس فيقول إن هذا الكأس فيه ماء، يعني نصف ماء. أما ذلك المتشائم هو الذي ينظر إلى ذلك، إلى نفس ذلك الكأس، ولكن يقول لدي نصف كأس يعني فارغ،
فالإيجابية لابد أن تكون في جميع الأشياء، ولذلك هذا المتفائل هو الذي ينظر إلى الأشياء دائما وما يوجد فيها من الخير، حتى وإن كانت ذلك الحدث قد يؤلمه، قد تكون فيه مصيبة، ولكن دائما ينظر إلى الخيرية في ذلك الأمر. يعني فيما اختاره الله. ذكرت هذه الكلمة الشهيرة، يعني إن الله معنا، والتي تتداول على ألسنتنا جميعا، والحقيقة أنها نص قرآني سجل الله سبحانه وتعالى هذا الموقف في كتابه العزيز، حيث يقول المولى تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فما أروعها من آيات، وما أروعه من موقف، حينما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك القلق الذي انتاب أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليس خشية على نفسه، وإنما خشية على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان في أثناء هجرته كان يسبقه مرة ثم يتأخر عنه مرة أخرى، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فقال له يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي أمامك، وأذكر أو أذكر الرصد أو من يرصدنا في الطريق فأمشي أمامك، وأذكر الطلب فأمشي من ورائك، وهو يريد أن يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق الصحبة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم مكانة أبا بكر الصديق رضي الله عنه، حتى أمنا عائشة رضي الله عنها قالت لما قال له الصحبة يا رسول الله قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحبة، قالت فرأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يبكي فرحا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وما كنت أعرف بأن الفرح يمكن له أن يبكي من شدة الفرح. نعم، هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقلقه لم يكن على نفسه وإنما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله هو ثالثهما. وهنا نجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هدأ من روع أبي بكر الصديق وذكره بأن الله سبحانه وتعالى معه، ولذلك قيل من وجد الله فما فقد ومن فقد الله فما وجد. سأسمحكم شيخنا، معنا مكالمة هاتفية. أم محمد من معسكر، السلام عليكم. ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحال حبيبتي ابتسام. الحمد لله. نعم، نعمة كبيرة، خاصة في ظل هذا الموضوع الرائع جدا، ونحن في بداية السنة والألعام الهجري الجديد. سلامنا وسلامي الأستاذين الفضيلين، وسعيدة جدا أني بعد مدة طويلة نلتقي مع الأستاذ فؤاد برادعي هكذا على المباشر. على كل حال أمكم محمد معسكر على كل حال تحييكم دائما وأبدا. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. شوفي ابتسام بنتي، الموضوع هائل جدا. نعم. ونحن في بداية هذا العام الهجري، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتفائلين. أمين يا رب العالمين. من المؤمنين بما عند الله خير لنا مما نرجوه نحن لأنفسنا. نعم. وكل واحد فينا ربما قد يسمعوني الآن مستمع يقول لك لا وربما وانت أسعد وانت كذا وانت كذا، ولكن كل واحد فينا يحمل وجعا. نعم. يعني صغيرا وكبيرا. وجعا يعني من الدنيا وجع، يعني يكفينا وجع غزة، يكفينا وجع غزة، ولكن نحن كمؤمنين وعدنا الله عز وجل، ويكفينا أن كما كنتم تذكرون الآن حبيبتي أن في كل صباح ندعو الله عز وجل، والدعاء أصلا أكبر عنوان للتفاؤل، أكبر عنوان للتفاؤل. ومن أراد أن يتفاءل خيرا عليه أن يجتنب المتشائمين، لأن المتشائم يؤثر، لأن الصاحب ساحب كما نقول في المثال. نعم. نحن يكفينا جلسة مع علمائنا، والله أحيانا تكون الدنيا بنتي قد ضاقت بنا بما رحبت. نعم. ولكن يعني بأن بجلسة واحدة معكم بنتي مع علمائنا في أي حصة من الحصص نسترجع تلك الهمة ونسترجع ذلك التفاؤل ونسترجع ذلك الأمل في الله عز وجل، ويكفينا أننا أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، الذي كان كلما ضرب ضربة والأحزاب تتهدده من كل ناحية، كلما ضرب ضربة بالفأس قال الله أكبر فتحت لي الفرس، الله أكبر فتحت لي
الروم. نعم. يعني كيف لنا ونحن نقرأ هذه الأنوار من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشاءم، ويكفينا بالله ربا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، وعلينا أن نعلم ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن، وما شاء الله هو الخير لنا حبيبتي. عندما نؤمن بهذه الفكرة ونوطنها في أنفسنا ونؤمن بها إيمانا راسخا، والله يصير الصعب سهلا بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يمكن لإخواننا في غزة وفي سائر فلسطين ولكل المسلمين، والله يحفظكم بنتي ويبارك فيكم، وكل سلام الأستاذين الفاضلين وكل عمال قناة القرآن الكريم وكل أوفياء، تحياتي لكم في أمان الله وحفظه. وعفوا إن كنت أطلت حبيبتي ابتسام. شكرا لكم أم محمد بن معسكر على وفائكم الدائم لكل برامج قناة القرآن الكريم، دمتم أوفياء، دمتم بصحة وعافية. نذكركم مشاهدينا بأنكم أيضا يمكنكم مشاركتنا عبر أرقامنا الهاتفية التي تظهر بين الفينة والأخرى أسفل الشاشة في موضوعنا لهذه الأمسية، التفاؤل وحسن الظن بالله. اللهم أدم علينا الأمن والأمان في بلادنا الحبيبة الجزائر، اللهم أنصر إخواننا المستضعفين في غزة ومن بلاد المسلمين في كل بقاع، والمستضعفين من بلاد المسلمين يا رحمن يا رحيم. ونستكمل نقاشنا مع الإمام والأستاذ فؤاد برادعين. تفضل شيخنا. بارك الله فيك. ونشكر في نقطة المواقف. نعم. وأشكر السيدة أم محمد بن معسكر على هذه الإضاءات كذلك التي شاركت بها، وهي تتحدث عن هذا الموضوع ألا وهو موضوع التفاؤل. فالإنسان المؤمن دائما متفائلا، أسوته وقدوته في ذلك سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول لصاحبه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فذكره بالله تبارك وتعالى. والإنسان المؤمن دائما يستمد عونه وقوته من الله تبارك وتعالى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف في هجرته عليه الصلاة والسلام أو قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف وهو يريد أن يجد مناخا آخر لدعوته عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يجد من أهل الطائف إلا السخرية والاستهزاء والتقليل من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الواحد منهم كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يقلل من شأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول له: ألم يجد الله غيرك؟ وانظري إلى هذه الكلمة ووقعها على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أغروا به صبيانهم حتى أسالوا الدم من قدميه الشريفتين. وهنا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم تضرع إلى الله تبارك وتعالى في ذلك الدعاء الشهير الذي تذكره جميع كتب السيرة، وقيل بأن عليه نور النبوة حينما قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. دعاء طويل لا يسعنا الوقت إلى أن نذكره، إلا أنه قال: اللهم إنه إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ثم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولكن رحمتك أوسع لي. بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتحمل جميع الشدائد وجميع المصائب في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكنه يتذكر أمته وهو الرؤوف الرحيم بأمته، فيسأل الله تبارك وتعالى الرحمة لأمته وليس له. هو مستعد إلى أن يجابها جميع هذه الأشياء، ولكن يقول بعد ذلك: إلا أن رحمتك أوسع لي، فيطلب رحمة الله تبارك وتعالى. فما كان بعد هذا الدعاء إلا أن نزل عليه كما نعلم ملك الجبال، ويقول له القصة معروفة: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال قولته الشهيرة: عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فهذا هو التفاؤل، وكان ذلك، وهذا هو التفاؤل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أنه يقول: إن لم يكن في هذا القوم خيرا فإن في الجيل القادم خيرا بإذن الله تبارك وتعالى. حتى أن العلماء، اسمح لي في هذه القضية، يعني يفارقون بين ملك الجبال الذي قال: أهدم عليهم الأخشبين، وهذا هو الأمر الذي أراده الملك بأمر من الله تبارك وتعالى، وهو يريد أن ينفذ أمر الله عز وجل،
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي منع أبا الانتقام لنفسه ومنع ملك الجبال من فعل ذلك، لأن مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهو المفعم بالرحمة، حيث قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهنا تتجلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، وهو يحمل هذه الرسالة التي هي رسالة الدعوة إلى الناس جميعا وإلى العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بارك الله فيكم شيخنا. نعم. هي رسالة جمعاء، رسالة الدين القويم. نعم. رسالة هذا الدين العظيم. نعم. حملها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن كم كان رحيما الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن نكون من الرحماء، وأن نكون رحماء بإخواننا المستضعفين من أهلنا وأرحامنا، وإخواننا المستضعفين أيضا في كل بقاع العالم، وأن نرحمهم بما تمكننا بمقدرتنا من دعاء، من صدقة، من أخذ بأيديهم، من كلمة طيبة، وكل أمرنا بيد الله. فأكبر ما يمكن أن يفعله بنا البشر هو تنفيذ إرادة المولى جل وعلا. نعم. فلنتصل بالحكيم، بالقوي، بالعزيز، بالمهيمن، بالجبار، ورحمته وسعت كل شيء، وخزائن المولى جل وعلا لا تنفذ. وأستاذتنا حسيبة العربي، التفاؤل أيضا هو أن نبحث عن الخير في الواقع الذي نحن فيه، ولا نربط الخير بما لسنا فيه. الأسباب التي يجب أن نأخذ بها حتى نكون من المتفائلين. أكيد أن الآية القرآنية عظيمة لما يقول فيها الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلم. يعني في مرحلة الضيق، في مرحلة الحزن، في مرحلة اليأس، الله عز وجل يبشرهم أنهم هم الأعلون. وبالتالي فهذه الآية لو كانت لها إسقاطات على حياتنا، أنا أقول لكل مهموم لا تحزن، لكل من ضاقت عليه الدنيا لا تحزن، أمرك ليس بيد البشر، أمرك بيد الله، يكفيك فقط أن تتصل بالله تبارك وتعالى. لأن الإنسان لما يكون مضغوط يفقد كل موارد التفكير، وتفكيره يصبح منحصر حول المشكل. لكن لو أنه اتصل بالله تبارك وتعالى وخرج من تلك الضائقة على أنها مرحلة وستمر. وأنا رسالتي في هذه الحصة: كل مشكل سيمر، كل عقبة سوف نتجاوزها، كل أمر في هذه الدنيا سيمر، لأن مآلنا إلى الله. ما هو إلا صبر ساعة. هذه الساعة قد تكون ساعة، قد تكون سنة، قد تكون شهور، قد يكون ابتلاء مدى الحياة. هذا اختيار الله تبارك وتعالى. نتعايش مع الأحداث. نحن لما نتكلم ربما المهموم يقول أنتم لا تشعرون به. حقيقة من لديه إنسان مقعد في البيت ولا يستطيع أن يقوم على رعايته، ولا يستطيع أن يعني يتكفل بحاجياته، أكيد أنه مهموم. لقد لا أشعر بشعورك، لكن أقدر حالتك. الآن لو نبقى نبكي وتأتينا الحلول، والله لا نبكي مع كل من هو مهموم، ولما نكون مهمومين نطلب الناس أنه تتباكى معنا، أو أننا نتحدث عن هذا. نعم أستاذة. من واقع حياتنا أن الإنسان أول ما تنتابه مشكلة قد يغفل عن تأدية ركعتين لله. نعم. ومناجاته في جوف الليل، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصدقات، ويبدأ يتصل بفلان وعلان، ويتصل بأخيه وبأرحامه، وقد يربط ذلك الحل بشخص معين صاحب منصب أو رتبة معينة. أنا أقول أن الأمور كلها بيد الله، المعارف، العلاقات، كلها بإذن الله. نعم. يكفي أن الإنسان يربط نفسه بالله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يسلم لله عز وجل، لأن درجة الرضا هي درجة عالية. يعني الإنسان حتى يصل إلى مرحلة الرضا هي نقول هي جرعات من الإيمان، جرعات من الصبر، جرعات من المحاكاة مع من مروا على نفس الطريقة، ومن كان لهم نفس الابتلاء. لكن أنا أقول التسليم. لماذا التسليم؟ التسليم هو شعور بضعف الفطر للإنسان، واعتراف بقوة الله تبارك وتعالى. أكيد. يا ربي أسلم إليك أموري. وبالتالي لا حول ولا قوة إلا بالله. لما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يا كنز من كنوز الجنة هي تحت عرش الرحمن. لما
نعيش هكذا فقط. نعم. أنا أقول الآن نعمل عمل إن صح التعبير تمرين الآن، كل من يشاهدونا مهما كانت هذه الضائقة، في بعض الأحيان يكون عندنا ضيق ولا ندري سببه أستاذ، هكذا نفخات الشيطان والعياذ بالله، ونستعيذ من الشيطان الرجيم، نستغفر. لكن الآن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقولها ونكررها استشعارا وإيمانا وإدراكا أن لا حول لنا ولا لغيرنا إلا بقدرة الله تبارك وتعالى، هذا الجبار هذا القوي، ونستعين بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. أنا كثير في الاستشارات لما تأتيني مثل هذه الحياة هذه المسائل يقولوا لي يعني هذا الكلام، يعني الأولى أنه يقولوا إمام ولا يقولوا، فأنا أقول الأستاذ نقول لهم وما ضرر أن يجتمع التخصص مع العلم الشرعي، فنؤدي الرسالة أبلغ، والأصل أننا نستمد من تخصصاتنا القوة والجاهزية، وأقول والجديد في كل ما يصل إليه العلم هو من ديننا الحنيف، لأن المرجعية مرجعيتنا قوية. مرجعيتنا هي الإيمان بالله تبارك وتعالى كل زمان ومكان، أكيد هذا الإسلام الذي يعني هو يفوق الآن 14 قرن ولا زال صالحا، ولا زال الأعداء يعترفون بحلوله، يعني من العيب أننا لا نأخذ به. لأن أستاذ ابتسام، أستاذ في كثير من الأحيان والله نقف عاجزين، لأننا إحنا مناش معداش عصا سحرية. في بعض الأحيان نجيك حالة وين يعني قلبك ينفطر، ولابد لك أن كمختص أنك تكون في قوة، لأن الإنسان إذا جاء هو تعبان وانت تولي تتعب ويبكي وانت تبكي ما يمشي يولي لك، لابد أنت تستجمع قواك حتى تريه النور الذي جاء من أجل أن يراه، تريه ذلك بصيص الأمل، ذلك التفاؤل الذي هو ينتظره، قد يكون بكلمة. أننا ضعفاء والأمر بأيدي الله، استنفذت كل الحلول، استنفذت كل الحلول بالنسبة لك، ربما بالنسبة لي كذلك، فأقول لا زال باب لابد أن يطرق، لكن يطرق بقوة وتذلل، وبيقين. أقول بقوة وتذلل لله. وتذلل، لأن القوة هي أنني لا ملجأ لي إلا الله تبارك وتعالى، والتذلل هي استشعاري أن مهما بلغت من العلم، مهما بلغت من المعرفة، مهما بلغت من البحث، فلا زلت أحتاج إلى معية الله تبارك وتعالى. لذلك حتى إحنا لما نبدأنا في الحصص تاعنا أستاذة ابتسام، وقد رأيتك أنت في كثير من الحلقات في البداية تذكرين الله تبارك وتعالى، هذا إمداد. مهما جينا ومحضرين الموضوع، يعني موضوع هذا مر علينا في كثير من المحطات، لكن إمداد ومعية الله عز وجل تعطيك القوة، تعطيك الله فرص، ويجري الله عز وجل الخير على لسانك، ويفتق الله تبارك وتعالى بباطن عقلك. لذلك أنا أقول أن الرجوع إلى الله تبارك وتعالى هي أساس من الأساسيات. وقد ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام الاستعانة بالطاعات، استعينوا على مرضاكم بالصدقات. في بعض الأحيان تغلق كل الأبواب، يعني تغلق الأبواب أمام الإنسان الذي يسعى في مرحلة العلاج، لكن صدقة مهما يسرت لكنها بنية الشفاء. وهذه بالقياس، والأستاذ يسامحني إذا قد يعني تخطيت التخصص تاعو مع أنتم سادتنا، أنا أقول أن في بعض الأحيان نستعين بالصدقات حتى على 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 أبنائنا باش يسمعونا، باش نستعين في تربية أبنائنا، في قضاء كثير من الحاجات بالصدقات. وأكيد أن الله تبارك وتعالى يورينا الكرامات لن تنقطع، لأن فيه ناس صالحين، لا ندعي أن الصلاح فينا، فينا النقص والله عز وجل ساتر علينا عيوبنا، لكن لازل في على قيد الحياة، الله عز وجل لن يقطع هذا الخير. ومن ظن أن قد هلك الناس وأهلكهم، نحن نظن أن الخيرية موجودة في الناس وموجودة في من هم حولنا. وأكيد أن دائما أقول المحاكاة والجلوس مع المتفائلين، الجلوس مع من يعطينا جرعات من الأمل، هي وسيلة من وسائل التفاؤل والابتعاد عن اليأس.
أحسن الله إليكم أستاذتنا، والخير مشاهدين في أمة الإسلام إلى يوم الدين. ركزت الأستاذة حسيبة العربي على نقاط عدة، من بينها أن نكون متفائلين، أن نتشبث بحبال المولى جل وعلا، أن نناجيه، وأن نقدم بين يدي نجوانا صدقات. مهما كانت الصدقة، مهما صغرت تلك الصدقة، نقدمها بيقين وبإخلاص، عسى أن سبحانه وتعالى يفتح علينا بها فتوح العارفين. ونوهت مرة أخرى لضرورة مجالسة الناس المتفائلين، والناس الذين يحملون الكلمات الطيبة، عسى ويذكرون اسم الله سبحانه وتعالى في مجالسهم، عسى أن تصيبنا نفحة من نفحات الإله فلا نشقى بعدها أبدا. أستاذنا فؤاد برادعي، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. بعث لنشر عقيدة التوحيد وإزالة الشرك والأوهام، نعم. التي تفسد وتعبث بالعقائد والعقول، وحث دائما على التفاؤل والكلمة الطيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفال الصالح. لو تقفون عند تفسير هذا الحديث الشريف وأثر الكلمات الطيبة في مجالسنا وفي حياتنا وفي أسرنا ومع أرحامنا وأهلنا. نعم، المنطلق هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة، كما جاء في الحديث المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أدب أصحابه وعلمهم كيفية التفاؤل وعدم التشاؤم. ففي مرة من المرات أحد الصحابة أبطأت ناقته في السير، فتشاءم منها فقال لها: لعنك الله، فلعن هذه الناقة. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة أرجعه مع ناقته وقال له: لا تصحبنا ناقة ملعونة. وهنا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدب هذا الصحابي الجليل على التفاؤل وعدم التشاؤم من جميع الأشياء. فبمجرد أن لعن هذه الناقة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا أراد أن يعلمه كيف يهذب ألفاظه، ثم أن لا يتشاءم من أي أمر من الأمور. فكذلك الإنسان إذا أردنا أن نرسل رسالة للمشاهدين نقول لهم: لا تتشاءموا من الأشياء الموجودة من حولكم، لا تتشاءموا من أولادكم، من تلك الأشياء ربما التي تظنوها بأنها بسيطة فهي عند الله تبارك وتعالى لها قدرها. فالإنسان دائما ينظر إلى الشيء بإيجابية، بنظرة تفاؤلية، وينظر إلى أحسن ما يوجد في ذلك الشيء الذي يراه. بارك الله فيكم شيخنا. أستاذ حسيب العربي، في ظل ما تفضل به شيخنا وأن نربي أنفسنا ونوطنها على عدم التشاؤم والتطير من أمور معينة قد نكون ورثناها عن الأجداد وعن الأسلاف، وقد تكون دخيلة أيضا على مجتمعنا، قد نجد من البشر من يمرون بنفس الأحداث والمواقف، يستمرون في العطاء والعمل ويتفائلون بغد مشرق، وآخرون يمرون بنفس الأحداث ولربما أقل منها حدة وقساوة، يغلقون على أنفسهم وتسود الدنيا في أعينهم، وقد يصابون بالاكتئاب ويصل بهم الحد إلى الغلق على أنفسهم، ولربما والعياذ بالله إلى الجنون وسلب العقول. أنا أقول لابد أن نعطي لكل أمر حقه، ولا نزيده فوق حقه المتوقع. الإنسان لما يحزن يحزن، وجعل الله تبارك وتعالى في الوفاة الحزن يعني العزاء في 3 أيام، ولا يجوز الإنسان يحزن على ميت فوق 3 أيام. هذا الحزن الذي أراده أو عبر عليه النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يعني هو قطع هذه المشاعر بالشعور بالفقد أو أن هذا الإنسان ليس غالي على نفس هذه علينا، لكن هذا حتى ليستمر الإنسان في هذه الدائرة، دائرة البكاء ودائرة الحديث عن الذي فارقنا، وبالتالي جعل أنه لا يعني هذا الحزن لا يكون إلا للزوجة على زوجها في فترة العدة، وفوق 3 أيام لا يصح للإنسان أن يحزن. لا أقول أن يحزن هو ذلك الشعور بالفقد، أكيد أنه يبقى مصاحبنا وخاصة في كل محطات الحياة في المناسبات، لكن أن لا يكون جو البيت، جو البيئة التي يعيش فيها الإنسان هو جو الحزن، وبداية من الكلام، بداية من اللباس، بداية من الحديث حول هذا. لذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مبشرات حتى في أعلى درجة
مخرجات اليأس، اللي هي أنه يفارقك إنسان عزيز عليك، وبالتالي جعل أن الله تبارك وتعالى يبشرنا بالعمل الصالح وبالانتقال إلى رحمة الله تبارك وتعالى، وجعل الارتباط بهذا الميت الذي أنا أقول محطة كبيرة على اليأس على من ناحية النفس البشرية، جعل ما يجمع الأحياء بالأموات من الصدقات ومن العمل الصالح ومن الدعاء، هذا الذي يكون هو السلوان، هذا الذي يكون هو العزاء، هذا هو الذي يفتح لنا باب الأمل ويحرصنا على أن هذا الإنسان قد انقضى أجله بأمر الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نغتنم نحن هذه الأيام التي بقينا بعده. لذلك أنا أقول أن اللجوء إلى الانطواء أو اللجوء إلى حالات الاكتئاب أو يعني تهوين الأمور أو تقزي أو تفخيمها، نعم، لابد لنا أن نعيش الحالة كما هي. وأنا أقول أن الذي ينظر إلى الأمور على أنها هذه الأمور هي مرة بإذن الله تبارك وتعالى، وهي مرة في هذه الحياة، وكثير من الناس قد مر على هذا الطريق وإن شاء الله إليها الفرج، ويعلم أن كل أمورهم مرتبطة بالله تبارك وتعالى، يكفيه أن يأخذ الأسباب حتى يزيح هذا الهم وهذا الغم وهذا اليأس، لابد أن يأخذ بهذه الأسباب، لكن بالمقابل لابد أن يصاحب الأخذ بالأسباب الرضا والتسليم والسعي إلى طاعة الله تبارك وتعالى. لذلك نحن نقول، نعم، وفي نقطة الأخذ بالأسباب يفصل في ذلك إمامنا وأستاذنا فؤاد بردعي، قال تعالى في كتابه العزيز: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، صدق الله العظيم. نريد أن تنورنا أكثر في جزئية العلاقة بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله والتفاؤل. نعم، فعلا إن التوكل على الله سبحانه وتعالى لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، فقد علمنا القرآن الكريم بأن نأخذ بجميع الأسباب في هذه الحياة، لأنه لا يمكن للإنسان أن يقوم بأي عمل دون أن تكون هنالك مبادرة منه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لمريم عليها السلام في القرآن الكريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ونحن نعلم بأن قوة المرأة لا تسقط ذلك التمر، وإنما أمرها باتخاذ شيء أو باتخاذ ذلك السبب تعليما لنا بأننا في هذه الحياة الدنيا لابد أن نأخذ بجميع الأسباب وألا نكتفي بالتوكل، لأن التوكل دون الأخذ بالأسباب يسمى بالتواكل، وهذا الأمر مرفوض في شريعة الإسلام. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه طرد أولئك من المسجد وقال قولته الشهيرة: قال: لا يقعدن أحدكم عن طلب رزقه ويقول: اللهم ارزقني اللهم ارزقني، وقد علم بأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فهنالك تكامل بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله تبارك وتعالى وبين المحرك لجميع هذه الأشياء، وهو التفاؤل الذي يجعل الإنسان ينطلق في مجالات هذه الحياة متوكلا على الله تبارك وتعالى، متفائلا بأن الله تبارك وتعالى لا يقدر له الخير، لأن الإنسان المؤمن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى فيحسن العمل، أما المنافق فيسيء الظن بالله تبارك وتعالى ويسيء العمل بعد ذلك. نعم أستاذ الفاضل، من خلال هذه الجلسة ومن هذا، نعم، المنبر، نصيحة للشباب للأسف في مرحلة عمرية، نعم، تكون هي مرحلة العطاء ومرحلة، نعم، التقدم ومرحلة، نعم، تنمية الكفاءات، قد تمر، نعم، سنوات وكأنها، نعم، مرور سريعا، نعم، وينشغل ذلك الشاب أو تلك الفتاة بأحلام اليقظة، نعم، قد يأخذون بالأسباب ولا يتوكلون على الله، نعم، وقد يأخذون لقد لا يأخذون بالأسباب، نعم، وتجد كلامهم كله تفاؤل، نعم، إلى أن يصل إلى مرحلة عمرية معينة ويجد بأن العمر قد مضى والأخذ بالأسباب لم يكن كما ينبغي، نصيحة لشبابنا. نعم، في الحقيقة هذا التفاؤل الزائد عن حده هو نوع من مخادعة النفس، فالإنسان لابد عليه أن يعني يعمل التفاؤل يدفع الإنسان إلى الأخذ بالأسباب، ويدفع الإنسان كذلك إلى العمل الجاد الذي ينتظر من خلاله النتيجة المحققة. لا يعني التفاؤل أبدا التكاسل أو القعود عن العمل، بل إن التفاؤل هو جرعة في نفس الإنسان ينشرح قلبه بعد ذلك إلى العمل
الجاد الذي يحقق به النتائج المرضية بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم أستاذنا. نعم. إذا نصيحة من هذا المنبر لشبابنا ولكل المراحل العمرية، أن الأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وتوكل على الله سبحانه وتعالى وكأن تلك الأسباب لا شيء، فحتى نزهر وحتى نثمر وحتى نقدم ما فيه خير لنا لأمتنا الجزائر ولبلدنا الحبيب ولأمة الإسلام جمعاء، ولما فيه خير لنا في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا، فلا نتهاون ولا نفتر عن العطاء. ويحبذ أن تمر هذه المرحلة ومرحلة الشباب تكون مرحلة عطاء، مرحلة يكون فيها بصيص الأمل دائما متواجدا. وأقول من هذا تفاؤلوا خيرا تجدوه، كما يقول شيخنا وإمامنا فؤاد بردعي. أستاذتنا حسيب العربي، تأثيرات البيئة المحيطة بنا، أحيانا نجالس ناس كثيري الشكوى، جل حديثهم يتمركز حول المشاكل، حول غلاء الأسعار. نتعرف في مجتمع تعرف أيضا هذه الشخصيات بالشخصيات النكدية، بل وقد نعيش مع هذا النوع من الأشخاص. كيف نحصن أنفسنا ونحافظ على تفاؤلنا؟ وهل بإمكاننا أن نؤثر على هذا النوع من الأشخاص ولا نتأثر؟ أكيد أن البيئة مؤثرة على التفكير، مؤثرة على الأداء، مؤثرة حتى على التفاؤل، ونحن نتحدث اليوم على التفاؤل. هذه الفئة أنا أقول فئة والله يعني تغيظنا بالدرجة، يعني يغيظوا هذا الناس، لأنه التنشئة الاجتماعية كانت مساعدة لأن يكونوا على هذه الطريق. لذلك أنا أقول لابد أن نعطي حلول، لأن ربما الحديث جميل والآيات رائعة. نعم. والاستماع إلى هذه الجلسة قد يضفي أنا أقول راحة نفسية، لكن بودي أنه لما تنتهي هذه الحصة من يشاهدنا لا يقول ما أخذت استفيد شيئا إلا كلمات، وربما ما مش حاسين بينا بهذا المصطلح. فأقول أنه إذا حبينا نديروا حاجة عملية ونخرج حتى هذا المكتئب وهذا اليائس، أقول ابتسم. سبحان الله. فقط ابتسم. كان النبي عليه الصلاة والسلام بساما. نعم. مع كل المشاكل التي كان يعيشها كان مبتسما، والابتسامة هي حالة فيزيولوجية أنا أقول تساعد على تغيير التفكير. يعني مشيوا معايا في هذه الجزئية فقط، جربوها، وإذا ما نجحتش صدقة. وإذا ما نجحتش قال الأستاذة حسيبة هذه كلامها ما ناخذوش. الابتسامة شوفي عدوى، رانا نبتسموا كامل. سبحان. عدوى هي ابتسامة. هذه الابتسامة هي أنا نقول لك شوف اللي راه يسمع فينا سواء مرأة ولا راجل، مهما كان المشكل، مهما كان المشكل كبير، مانيش نقول لك بلي تضحك قهقها، لكن إلقى الناس بوجه طليق، إلقى أبنائك بوجه طليق، إلقي زوجك بوجه طليق، إلقى زوجتك بوجه، إلقى والديك. في بعض الأحيان نعبس في وجوه والدينا اللي هما كما نقولوا خط أحمر طاعتهم من طاعة الله عز وجل، بحجة أن عندنا مشاكل، بحجة بلي راني ديباسي، بحجة أنني ما كوش حاسين بيا. هذو والدين تعكر فيهم، تحدق فيهم النظر عظيمة عند الله تبارك وتعالى، وهما باب من أبواب الفرج. من كان له والدين اسعوا إلى الوالدين فهم باب من أبواب الفرج، مناط التوفيق في الحياة. يا سبحان الله، باب من أبواب الجنة، باب من أبواب التوفيق. بل ما تحكيوا لهم إذا كنتوا يعني في مستوى المسؤولية، ما تحكيوا لهم مش المشاكل تاعكم. نعم. لأنه حين يتغبنوا عليكم وحين يحملوا الهم، إنما اطلبوا الرضا، اطلبوا يصفحوا عليكم، اطلبوا انهم يسمحوا لكم اذا غلطتوا في حقهم في فتره من الفترات. أكيد. اطلبوا انهم يرضوا عليكم. نعم. اطلبوا انهم يسال لكم الله عز وجل في جوف الليل، نحتاج لدعائك، نحتاج لبركتك، نحتاج الى معيتك. انا ما عندي حتى واحد في هذه الدنيا من غيركم، انتم هما كل شيء. لما انتم ترضوا كل حاجه تمشي. انا نتصور بلي انسان عنده هذا الخطاب البسيط، هذا خطاب الله، لا يحتاج الى علم ولا خطاب بسيط مع الوالدين مهما كانوا جافين. انا ادرك كثير من العلاقات، الاب جاف، الام جافه، يما ما تسلم عليا، يما ما تعنقني، نروح لعندها. نعم. تردني. فيه كثير من الاشياء، لكن انا اقول قول هذا الدعاء، اطلب هذا الرضا، اطلبه وسترى الخير الكثير. انا اقول انه هذه الناس الذين هم في دائرتنا لابد أن نستمد قوتنا من الله عز وجل، وهذا الناس هم ضعفاء. نعم. ونحن الأقوياء، لأن الإنسان الذي يستكين إلى نفسه يراه ضعيف. نعم. الأمر الثاني أن كيف نؤثر فيهم، نؤثر فيهم بعملنا، لأن الله تبارك وتعالى سبحان الله آية عظيمة،
لئن شكرتم لأزيدنكم. احمدوا ربي على صغار الأمور. نعم. لو يشرب القطرة هنا دوق نشربوا الماء غير ما حبيناش. كاينين الناس هذا الماء بروغرامي مبرمج عنده شحال لازم يشرب، عنده وقتاش يشرب. ناس اللي مرض بالكلى ربي يشفيهم ويعافيهم. ناس اللي عندهم أمراض واحدة أخرى الماء ما يقدروش يشربوه كما حبوا، الماكلة ما يقدروش يأكلوا واش حبوا كما حبوا. أنا أقول أن هذه النعم التي اعتدنا وجودها إذا ما حمدناش الله عز وجل عليها فكيفاش نقدروا نكونوا متفائلين؟ لا إن شكرتم لأزيدنكم. حتى وأنت في وضع الضعف وفي وضع الاستكانة والبيبان كامل مغلوقة قال الحمد لله اللي عندي ربي سبحانه. هذه كامل عندنا على الإسلام. الحمد لله الحمد لله. باش نلحقوا نحمد ربي على الإسلام رانا فهمنا حوايج بزاف. وجود الله رانا كامل على بالنا بلي حنا عباد خلقنا ربي سبحانه. أي إنسان بسيط مهما كان المستوى تاعو إذا نحمد أنه لديك الله الذي يسمعك والذي يستجيب لك والذي أموره كل أمورك كلها بيدك. منين داك نقنطو أستاذ ابتسام عباك وش نقوله؟ الحمد لله اللي عندنا ربي. الحمد لله بهذه الكلمة البسيطة تري العجائب. الحمد لله أن أننا عباد لله. الحمد لله أننا أدركنا الله تبارك وتعالى على وجوده. على عجالة في نصيحة ختامية. نعم. أن نكون فطنين وحذرين للرسائل التي تمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نعم أكيد. عبر الكثير من أكيد المؤثرات. أكيد أن دائما نتحدث على أن هذه الوسائل التواصل الاجتماعي ذو حدين، قد تعطينا كثير من الخير كما قد تغرس فينا كثير من الشر من حيث لا ندرك. أنا بارك الله فيك. أنا أقول أن لابد لنا أن ننتبه لما نسمع لما نقول ولما نقرأ وننتبه لمن نصاحب. لابد لنا أن نكون على مستوى هذه الخلق التي خلقنا الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلنكن في عبادة الله تبارك وتعالى تكون لنا الحياة والآخرة إن شاء الله. بارك الله فيكم أستاذة حسيبة العربي. شكرا لكم على كل ما تفضلتم به. شكرا لكم الإمام والأستاذ فؤاد بردعي. مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة. فلنتفائل ونحسن الظن بالمولى تبارك وتعالى، فالخير كله بيديك وبيديها. وتحية طيبة خالصة لوالدي ولكل أولياء المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أو طاقت الأحوال لو جاءت الأحلام تقلاك مثل جبال هاموا الشراع مدوا الشراع هاموا الشراع هاموا الشراع مدوا الشراع في مركب الدنيا طالت لنا الأيام ليالي